طيب انا بقى عشان اجيب ازاحه بتاع المساله المسائل دي صعبه جدا. فقال لك لا الكلام ده نقدر نعمله بالتفاضل. قال لك احنا هناخد ازاحه تفاضليه اللي هي دي ار دي. والقوة دي متغيرة متغيرة، بس أقدر أقول دي أر دي إزاحة تفاضلية، يعني تحصل في زمن إيه؟ صغير جدا. أقدر أقول في الزمن الصغير ده هفترض إن القوة دي قوة ثابتة. هفترض إن القوة أثناء هذه الإزاحة التفاضلية ثابتة في المقدار والاتجاه. وبالتالي تقدر تقطع عليها القانون. وتقول إن شغل القوة في الإزاحة الصغيرة دي أر عبارة عن إيه؟ حدود دي أر. والكلام ده صحيح رياضيا 100%. ليه بقى؟ دي أر دي بناخد الليمت عشان نجيب التفاضل لما تقول الدي ار دي والصفر، وانت لما تقول الصفر فعلا القوه دي تقدر تقول ان هي قوه ثابته. بس الكلام ده ما ادناش القصه كلها، ده ادانا بس الدي ار. طب عاوز اجيب الار بقى اعمل ايه في القصه دي؟ بس نكمل الموضوع ده. يبقى احنا حللنا القصه دي رياضيا ان انا جبت الاول دي ار واروح بقى اكمل الكلام ده اجيب الشغل المبذول على الجسم ده لما راح من واحد لاثنين. وصفه هذه القوه عباره عن ميجريشن من وضع رقم واحد ده الوضع رقم 2 لف ضغط في ار. وصار الكلام ده بجول اللي هو النيوتن ايه في المتر. لما تكون شغال قوه بين النيوتن والمسافه بالمتر وحدات القوه وحدات الشغل بالمتر. طيب برضو احنا مش عارفين لحد دلوقتي هنطبق القانون ده في المساله. هتديك ايه؟ هتديك منتجع قوه كذلك، يقول لك الاكس تساوي كذا والواي كذا والواي كذا. تروح تجيب الدي ار الاف ده تقعد في القانون، الدي ار هيديك المنتج ار هيديك مركب الاكس ومركب الواي. عندك مركب الاكس والواي هتطلع ضرب الاسود كامل من حدود التكامل تقدر تجيب دي هذا الاكس. في الحقيقه احنا قلنا ما بنعملش القصه دي. يعني ايه؟ ما بنتعاملش تقريبا مع القوى المتغيره الا حاجه واحده بس من البرنت، وهنشوفها تحديدا بنعملها ازاي. يبقى احنا عندنا الحقيقه في المسائل اللي عندنا قوى متغيره عندنا قوى ثابته. طب لو القوى الثابته يبقى انا طلع القوى دي بره عن التكامل. فلما اطلع اف بره عن التكامل يبقى دي بره عن التكامل ايه؟ الدي ار. التكامل الدي ار ده التكامل ايه؟ التكامل الدي ار بار. وعوض بالنهايه بتاع التكامل اقدر اعمل الكلام ده. يبقى احنا الكلام ده حتى تكون متغيره هيدينا منتجع القوى ومنتجع الانزاح ونقدر نكامل الكلام ده. لو القوى ثابته اقدر اعمل ده. طالما سيبك صفر يبقى صفر يساوي واحد يطلع لك على طول
القانون اللي احنا خدناه في الاول خالص تتبع ده ولا لا؟ ليه بقى؟ لان ساعتها ما كناش لسه خدنا المكان ده، احنا عندنا كل جهد الحاجات بتتحرك على خطوط مستقيمه. ما كناش لسه يعني تعمقنا في الموضوع. الحاله الثانيه لما تبقى الزاويه دي عندك 90 درجه. ده احد الاشكال بتاعتها كده، مثلا الجسم ده بيتحرك في هذا الاتجاه بس القوة عندك بتتأثر باتجاه الرأس، فدي بتأثر في النقطة دي، النقطة دي شغل ماشية أوي، يبقى الزاوية بين القوة والإزاز بتاع النقطة 90 درجة، الحالة دي كلها 90 وسبت بعض الشغل المطلوب بوسط هذه القوة بيساوي كام؟ وده مبدأ احنا عارفينه عموما، عارفين القوة اللي بتأثر في اتجاه عمودي على الحركة لا توصل في الحركة. أي جسم بيتحرك في اتجاه معين، في قوة عمودية دي ما بتكونش معايا في المعدات خالص. زي ده مثلا موجود مصاب ممكن حد مصاب في وقت ما بيحركوش. ليه؟ لان عمودي على المستوى ده بيحرك في الجسم. لو بقى انت بقيت المستوى ده اصبح الوزن بتاع المركبه يبدا يحركك ايه؟ يبقى اي قوه عمودي على مستوى الحركه لا تؤثر. الحاله الثالثه برضه اللي احنا بنعملها لما تبقى 180 درجه. يعني ايه 180؟ يعني الجسم بتاعنا ماشي في اتجاه بتاعنا ماشي مثلا اتجاه يمين كده، ده اتجاه الحركه، والقوة في نفسها بس عايزه الاتجاه مثلا اتجاه عكس اتجاه الحركه، يبقى انت زحف اي نقطه في الجسم ده في اتجاه يمين ومتجه القوة ده في اتجاه الشمال، الزاويه بينهم 180 درجه وده 180 بالثابت، يبقى الشغل في الحاله دي لما الجسم يروح من واحد لاثنين هيساوي ناقص صفر في ايه؟ دكتور يعني دكتور ازاي انا بشد كده وبتحرك كده؟ الجسم ده بيتوسع قوة كتيرة منهم الاحتكاك. القوة دي بتتحرك كده بس الحكم موجود عندك. القوة دي قوة احتكاك او مقاومة. الجسم ده بيتوسع مجموعة قوة منهم الاحتكاك. مجموعة القوة دي بتخلي الجسم ده تفضل يتحرك كده. زي ده لو حضرتك انا كده في احتكاك او في احتكاك الجهة بتاعك فتعمل شغل على الجسم من ايه؟ السائل ده الصوت بتاعك. صوت؟ لا صعب. عارف الصوت عندك. سامعين ورا ولا مش سامعين ورا؟ ما هو الصوت اللي مش سامع صوت سمع ده مستويات. لو في ناس سامعة ممكن يجي قدامك. حد مش سامع ممكن يجي قدامي، انا مش هقدر اعرف عن كده في ايه. انا ده اعلى حاجه عندي، ما اعرفش عنها. لو عندي فيها قوه بتميل على المسألة كده. بتاعك حرك كده. هذا القوه دي اعمل فيها ايه؟ احللها مرتين. اخد قضايا الزيتا دي بتعمل شغل. وليه بتسال الشغل بتاعها بجد؟ يبقى انا دايما لو عندي قوه مائله مش عاجباني مش عارف اتعامل معاها سهل جدا تعمل فيها ايه؟ تحليلها مركبات، المركبات تتعامل معاها بالممتاز. ده بالنسبه لتعليم الشغل. احنا طبعا قابلنا الكلام ده في كذا صوره، تعالى بقى ناخد القوه اللي بتشتغل معانا فعلا هو قوة. ناخد الأول قوة فكرة الجيم. الشغل التعليمي فيه أول حاجة دي دي احنا عارفين إن هي قوة ثابتة مقدارها ما اتجاهها، مقدارها ام دي واتجاهها ده ما بقى فيه إيه أسف فين عن المادة الثقة بتاع الجسم. طب نختار مسألة تحت زي ما أنا رسمها كده، كان عندي جسم بالوضع رقم واحد وانتقل إلى الوضع رقم اثنين. أقول لك طالما القوة دي ثابتة يبقى ما يهمنيش
نقطة تأثير هذه القوى الحركة ازاي؟ يعني أنا في المسألة دي النقطة تي دي قد تكون حركة على مسار شكله كده. ما فيش معايا خط طالما القوى ثابتة، أنا يهمني فين أول نقطة فين آخر نقطة وأروح موصل بين المتجه من أول نقطة لآخر نقطة، ده متجه الإنزاح. طالما هذه القوى ثابتة وأعوض بعد القانون مقدار القوى العملية دي في مقدار الإنزاح اللي هو إي دي ومقدار الزاوية اللي بينها. خلي بالك الزاوية اللي بين المتجه القوى المتجه الإنزاح هي الزاوية اللي أنا رسمها دي. عشان تجيب الزاوية البنائية المتجهين لازم يا اما تطلع المتجهين من النقطة يا اما تطلع المتجهين من النقطة يا اما المتجهين يبقوا داخلين على نفس النقطة عشان تجيب الزاوية البنائية. فاستخدمت طالعين من النقطة دي النقطة دي رايحة من ايه؟ من ده بي وهي لان دي رايحة من الاسفل يبقى الزاوية البنائية تبقى الزاوية البنائية اللي عندنا. بس انا ممكن المسلل ده اللي هو اي بي سي ده اقدر اجيب اي بي قدام ثيتا تحسب المثلثات كل ان اي بي قدام ثيتا ده ممكن اشيله احط مكانه ايه؟ اتش. بعد الشغل المجهول على الجسم لما رقم واحد اثنين عباره عن ان بي اتش ده القانون اللي احنا المفروض يعني حاطين مثلث ده حيث اتش دي اتش الإزاحة الرئيسية من نقطة مركز الثقة وتؤخذ من جمع الزكاة إلى أسفل. الإزاحة الرئيسية من نقطة مركز الثقة تؤخذ من جمع الزكاة إلى أسفل. الجسم كان بالكامل نزل لمكان ثاني. إنما لو العكس صحيح والجسم كان طلع لمكان ثاني هي دي حركة فوق يبقى الإزاحة بتاعتش في الحالة دي إيه؟ بالذات. الإتش اللي هي من إيه اللي فيه؟ اي بي كوزاين ثيتا من المثلث ده تساوي اتش. فشلت اي بي كوزاين ثيتا حطيتها مكان اتش وعرضت الاتش بس اللي هي الداون وورد ريبليسمنت اوف كي. طيب تعالوا نشوف لما تكون القوه ساكته مقدار القوه في مقدار الازاحه في الزاويه البنت اللي هو القانون الاولاني ده ام جي في اي بي كوزاين ثيتا. تحسبها مثلثات بدل ما تعمل اي بي كوزاين ثيتا اشيلها واحط مكانها ايه؟ اتش. تمام؟ طيب. اتش ايه؟ المركز الثقة. لو المركز الثقة كان من نقطة وبينزل يبقى الإزاحة الرأسية مجرد. لو وقع تحت ووقع رقم 2 طلع فوق يبقى الإزاحة ثابتة رأسية. طيب بما إن إحنا بنتكلم على الإزاحة تعالى ناخد حاجة بسيطة أوي كده. لو أنا عندي نقطة موجودة في مكان ما هنا. فلتكن نقطة دي مثلا واحد. راحت من مكان ثاني دي اثنين. المتجه ده بنسميه متجه الإزاحة اللي هو دي واحد اثنين. دي واحد دي اثنين ده بنسميه متجه الإزاحة. هذا المتجه قدامك حلين. تتعامل معاه كمية متجهة لا ممكن تفصله لإزاحتين. واحدة رأسية واحدة أفقية. وكل دي ازاحه رئيسيه ودي ازاحه ايه؟ الافقيه. دي ازاحه نقطه دي في الاتجاه الرئيسي دي ودي ازاحه نقطه دي في الاتجاه الافقي اتش. يبقى احنا لما نيجي نحسب الشغل بتاع الجاذبيه هضرب بس في الازاحه ايه؟ الرئيسيه. ده الشغل بتاع الجاذبيه المفروض يعني احنا كنا قلناه من السنه اللي فاتت اللي هو ام جي اتش. يبقى امتى بناخد اتش المجابه؟ لما الجسم بتاعي وط عنده جي نزل ده في الحاله دي الازاحه بتاعتي ايه؟ هشوف جي فين؟ على ارتفاع نص متر من ده، بعد كده على ارتفاع ربع متر، اللي هي نزلت رأسيا ربع متر يبقى دي من ده، العكس. طب لو جي بقى لو عندي ديسك اتحرك على مستوى نص متر. لو ديسك اتحرك على مستوى يبقى جي في الحاله دي مش على خطوه ومفيش ازاحه خالص، لا لا رأسية ولا أفضل.
رقم 1 اللي هو رقم 2 الواجب اللي قدامنا ده. الجسم ده منفصل من الفريم اللي هو كلنا عارفين ده. فالجوال رقم 1 ممكن معين لوحده. لما الجسم بتاعنا واحد ورا رقم 2 هنفصل الفريم ده الاثنين اللي هو مختلف عن الواحد. طيب الفريم تيجي كده ازاي؟ كيف الاستطاعة كويسة؟ كل ما الجسم ده ماشي كده الاستطاعة دي ثابتة ومتغيرة وبتغير، فبالتالي الكم الفريم دي كم متغيرة. أعملها إزاي؟ هاخد المساحة التفاضلية دي أه وأجيب الكم الفريم في الوضع ده وأعمل ضرب قياسي وأكمل الكلام ده. يطلع لي قانون إحنا الجزء بتاع الرياضة ده ما يهمناش أوي، إنما لو عملت رفع القانون ده اللي هو شغل ما تبقى أه الفريم على كده ده لما رحت واحد اثنين عباره عن اختلاف نص الكي اللي هي بتاع البريك اكس واحد ناقص اكس واحد تربيع ناقص اثنين تربيع. حيث اكس واحد تربيع بقى دي هي الطبق اللي هو رقم واحد الاكس تي هي الطبق اللي هو رقم اثنين. هجيب انا اكس واحد ازاي؟ عادة هيبقى بيديني كل واحد المسافه اللي هو لي الاكس بتاع البريك. فاروح من عندنا الشكل تحت الكود ده الافراد اللي كل واحد مثلا 70 سم. رحت خدت عدد الشكل دي كنت اقول لك 90 سم. لازم نضرب رقم واحد وتيجي نقطع ولا تيجي نضرب. قال نضربها 90 ناقص 70 يطلع لك 200. الورقه الثانيه كانت بتقول مره ثانيه طلع واحد وتيجي من على بينها. الكل اصلا بتاع 70 تطلع واحد من 10 من كل كل سنه يطلع لك ايه؟ استطاع القانون. عارفين شكله اللي هو عايز زي ده كده في ده اللي هو موجود في المنافسات القديمه واللعبه القديمه دي. شكله باين طبعا في المساله ده عاده بيجيب الكي بتاعته والاند ويست بوزيشن بتاعه. اند ويست بوزيشن اللي هو البوزيشن بين ده مفيش اي حاجه مفيش اي تويست. وليكن مثلا عندنا في المساله دي هو اند ويست عند 6 في 0. الجسم اللي عندنا ده الجرود ده اتحرك من ثيتا 31 لثيتا 62. عاوز احسب الشغل المردود في حد البرينج زي اللينير برينج بالظبط. احنا شفنا قبل كده في الاشعاع معاك زي اللينير برينج، بس كل ما هنالك ان احنا بنشيل الاكس ونحط مكانها ايه؟ ثيتا. بس لما نيجي بقى نعوض القانون ده ثيتا اللي نعوض بيها القانون ده لازم تبقى التقدير ايه؟ دايري. ثيتا لوحديها في تقدير 60 ديه مجرد عشان نبقى متخيلين الشكل بتاعها. 60 كام و30 كام؟ الناس ثيتا التقدير بتاعها مظبوطه التقدير الدايري. طب لو مدينا ثيتا التقدير الدايري 30 مثلا عاوز احولها 60 ل 30 مثلا عاوز احولها للدايري. طباعة على 180 طباعة على 180 طباعة على 180 يبقى ثيتا لما نيجي نعوض عنها هنا تبقى التقدير دي الدايري. المثال هيقول لي ان السبرينج ده انت وقفت في فرع معين انت وقفت مثلا في دار الاخرى فدي الزاويه اللي هبدا اقيس منها الدوتنج في السبرينج. قال لي الجسم ده راح لدار 30 يبقى لازم دوتنج في الدار الاولاني. اجيب ال 30 دي واحولها اضرب باي على 180 تطلع باي على 6 وهكذا اقعد اعوض القانون ده. طبعا زي ما احنا شايفين ممكن في الشغل بتاع السبرينج ده يرفع موجب او يطلع سالب حسب 6 1 6 2 نفس الكلام في السبرينج الاولاني اللي هو الليني ممكن يطلع موجب او ممكن لما يكون المسألة بتاعتي فيها كابل. احنا قلنا الكابل ده الدوار يعني مقداره بيسموه العزم. مقدار الدوار بيسموه عزم وده اللي بيلخبط بين دي عزم الدوار. العزم ده كمية متساوية انما الدوار دي كمية منتجة. منتجة للدوار عبارة عن وصول الفريق في المقدار وعكس بعض في اتجاه وبين مسافة معينة. فانا عندي المسألة بتاعتي عبارة عن التنجر برين مربوط بكروت بالشكل ده زي المسألة بتاعت الترانسيشن احنا خدناها. بتتأثر على أحد الكوليكس دول كابل فيوز. هيعمل ايه الكابل ده في اللينك؟ بيأثر عليها هتلاقيه يروح لما يدور ده يرفع البيت ده لفوق. يبقى اذا الكابل ده بيعمل شغل عندنا في المسافة. يحصل الشغل ده ازاي؟ هنشوف الجسم بتاعنا اللي بيأثر عليه الكابل ده ضرب مع الكابل ده زاوية قد ايه؟ نفترض ان الكابل ده كان في اتجاه قبل ساعة والرد ده بيدور معانا.
طبعا ممكن المسألة تبقى عكس، ممكن يبقى في حاجات تانية في النيوتن بيقولوا عكس الاتجاه الكبر. قال لي الجسم ده بدأ من زاوية ثيتا 1 30 درجة، وصل من ثيتا 2 ب 60 درجة، يبقى إذا الجسم بتاعنا لف مع الكبر، يبقى الزاوية ثيتا عندي هنا الإشارة موجبة. والعكس صحيح، فلو الزاوية ثيتا دي بتمتاز في اتجاه أو بتزيد اتجاه والكبر في الاتجاه الثاني عكس عقارب الساعة، لما أنا أعوض عنها في الحالة دي أعوض عنها بإشارة إيه؟ ثالثة. يبقى الزاوية ثيتا اللي أنا أعوض عنها في القانون ده قد تكون موجبة وقد تكون ثالثة حسب الاتجاهات. لو الكبل بتاعك مع قرب الساعة والزاوية مع قرب الساعة تعوض عنها بإشارة موجبة. لو الكبل مع قرب الساعة والزاوية عكس قرب الساعة يبقى الحالة دي عندك إيه؟ الإشارة بتاعتك سالبة. وما تنساش الزاوية دي لازم نحولها إلى التقدير إيه؟ بالدائرة. دي الحاجات اللي ممكن تقابل لك مسائل. يا إما قوة ثابتة يا قوة متغيرة يا الوزن يا السبرينج يا كبل. نصنا بقى حاجة كده في مجموعة التعريفات دي، ايه القوة اللي ما بتعملش شغل في المسألة؟ يعني ممكن يبقى عندي مسألة فيها قوة والقوة دي ما بتعملش شغل، لازم ابقى عارف القوة دي اذا كانت بتعمل شغل ولا لا. كده بيعمل كده موجه حوالين نقطتين. القوة اللي بتصنع هي القوة اللي قدامنا دي. الرياضة تعالى عند الهنج ايه؟ ومعهم كمان الوزن بتاع الجسم ده. البيت ده بيعمل ايه نوع من الحركة؟ روتيشن حمام ايه؟ ايه القوة في اللي انا رسمه ده بتعمل شغل؟ ايه القوة اللي بتعمل شغل؟ الام دي بتعمل شغل؟ اه طبعا نقطة التأثير هتنزل أثناء الحركة. طب اجيبها منين؟ القانون بتاعها ام جي اتش. ايه اتش ده؟ اللي هي الازاحه اللي بتنزل مثلا مركز الثقه. طب طالب ارتفاع الراس ده كان مثلا 1.2 والجريد ده لفت تحس نقطه كتير كانت على الخط الافقي يبقى هي نزلت تحت كده 6.10. ابدا احسب هي نزلت قد ايه في اتجاه راسي، يبقى دي الاتش اللي عندنا اضرارها في الام جي اجيب الشغل القوة ام جي. طب الاتش ايه الواي ايه اللي بيعمل شغل؟ هل النقطة اللي بيسرعوا عندها ليها ازاحة؟ لا. بيسرعوا نقطة ايه ونقطة ايه؟ نقطة ثابتة اللي هي فبالتالي الشغل التعريف اصلا قوة في الجاحة، فإذا كانت مساحة صفر يبقى بالتالي الشغل اللي بتنزله قوة دي ايه؟ يبقى أغلب الردود أفعال عند نقطة ثابتة ما بتعملش شغل أثناء دي المسألة. يبقى أقدر أجي في المسألة دي وأقول إكس إي واي إيه دول ما بيعملوش شغل، إم جي بتعمل شغل وأنا عارف القانون بتاعها، وهكذا بقى جميع القوى اللي احنا ناخد مسألة ثانية. عندي ديسك بيعمل رولينج على المستوى. القوة اللي بتأثر على الديسك ده الوزن بتاعه مثلا ورد الفعل العمودي والاحتكاك عند نقطة 8 دقايق. هو اللي الديسك ده بيعمل رولينج اللي احنا خدناها في ايه؟ في الوقت. احنا عندنا حركة الديسكات على المستويات حاجتين، يا اما بتعمل رولينج يا اما سلايد. اللي علينا رولينج. يعني ايه رولينج؟ اي عجلة بتدور على مستوى سطحي زي اللي انا راسمها دي ملهاش الا نوعين من الحركة، يا اما رولينج يا اما سلايد. احنا كلنا عارفين سلايدنج، لو الجسم ده الجسم ده لو جسمين منفصلين حصل بينهم حركة نسبية، حركة نسبية دي اسمها سلايدنج. يعني النقط الممسة بين الجسمين دول كل واحدة ليها سرعة. تمام؟ يبقى لو الجسم عندي بينزلق على الجسم الثاني هذا النوع من الحركة يسموه سلايدنج، وده ملوش علاقة بحركة ده، ده له سرعة وده له سرعة. لو بيعمل رولينج يبقى مفيش سلايدنج. لو بيعمل رولينج يبقى مفيش سلايدنج. فالمعنى بتاع الكلام ده ان الجسمين دول بيتحركوا هو ايه؟ مع بعض كجسم واحد. يبقى انت عندك الديسك ده اما يعمل رولينج يا اما سلايدنج. السلايدنج يبقى النقطه اللي تحت دي المماسه بتنزلق على المستوى زي العربيه كده، لو في مطر مثلا واحد داس على البنزين تلاقي العجله ايه؟ تقع على الفاضي، العربيه ما بتتحركش، العجله دي بيعمل سلايدنج بيحصل لها انزلاق. لو ما حصلش ده خالص يبقى العجله دي بتعمل رولينج. يعمل رولينج يعني النقطه اللي تحت سرعتها نفس النقطه اللي تحتها بالنسبه
وبما ان الفرد ده ثابت يبقى النقطه اللي تحت ترجع بكام؟ بزيرو. ده معنى فوليوم. اذا اقدر اطلع بالحدوته دي بايه؟ لو قال الديسك ده بيعمل فوليوم يبقى غير ما افكر كده يبقى النقطه اللي تحت على طول سرعه سرعه ترجع بكام؟ بزيرو. ولو السرعه بزيرو تبقى الانزلاق بكام؟ بزيرو برضه. وإذا النت وين يبقى السرعه النقطه اللي تحت عندها بصفر يبقى ما بيعملوش ايه؟ شغل. طب والام دي في المسألة دي كام شغل؟ الديسك ده لان دي المجموعه ده اللي بتعمل شغل مظبوط يتسع نقطه المركز المركز ده بيتحرك كفر يبقى الازاحه بتاعته افقيه والقوه دي ايه؟ يبقى الدواء بين 90 درجه ما بيعملش غلط ولا ايه؟ يبقى المساله دي لا لان دي ولا لان ولا لان بيعملوا ايه؟ شغل. بص على النقطه اللي بتاثر فيها لان دي بتاثر على النقطه دي تمام؟ النقطه دي بتتحرك ازاي؟ بتتحرك كده يبقى الإزاحة بتاعتها هي فوقيه والام دي يبقى الزاويه 90 درجه يبقى على طول شغل بيساوي ايه؟ طيب ناخد كمان مثلا من اللي قلنا برضه في الحاجات دي القوة المؤثرة على هذا الجسم على هذه المجموعة عندي الأول الام دي بتاع الجسم وعندي كمان الاكس وعندي الواي على النقطة دي وعندي الوقت بتاع البلوك ده وعندنا كمان الشد المجموعة اللي قدامنا دي في حاجات منها بتعمل شغل وحاجات ما بتعملش شغل واحدة واحدة كده. لو ببص على الديسك هو الديسك ده زي الديسك اللي مرسوم جنبه. الديسكين دول مختلفين عن بعض مختلفين عن بعض تماما. الديسك اللي على الشمال ده اللي احنا رسمناه في الأول بيعمل أي نوع من الحركة؟ ترانزليشن. صح الديسك يعمل ترانزليشن. ما عملش ترانزليشن طبعا عشان يدور. وما عندهاش هنج في المسألة. فإذا بيعمل أي نوع من الحركة؟ جنرال بان موشن. احنا قلنا بشوف لو ترانزيشن ولا لا مش ترانزيشن. عندنا هنج ما عندناش هنج، لماذا بيعمل جنرال بان ايه؟ إنما الديسك بتاعنا اللي على اليمين ده بيعمل روتيشن حوالين نقطة ايه؟ طيب دي مش قصتنا يعني. ايه القوة اللي بتأثر على الديسك ده؟ بس عايز الوزن بتاعه بيعمل شغل. لا. بيأثر على النقطة الثابتة. طب والدول افعال هم اكس يو واي ايه؟ طب والقوه تي؟ اه لو انا هات الديسك لوحده قطعت يبقى القوه تي بتعمل شغل انما لو انا هدس المجموعه دي مع بعضيها ما انساش ان انا اخد التي دي مره ثانيه مع البلوك هتعمل شغل بالسالب نفس الشغل بالسالب فالاثنين هيتغيروا ايه؟ يبقى انا ما اخدهاش معايا لو اخد الجسمين مع بعض وبما ان انا احل مساله كجسم واحد الاثنين مع بعض يبقى التي دي تعتبر قوه داخليه ما بتعملش ايه؟ يبقى احنا ما بنحسبش الشغل بتاع القوة الداخلية. طب والام بتاع البلوك دي بتعمل شغل؟ اه طبعا. طب احسبه ازاي؟ الام جي في المسافة اللي هينزلها دي البلوك ده ماشي؟ اخر مسألة في القصة دي دكتور نعم التي لو هاخد الجسم مع بعض بتعمل مرة شغل على الجسم ده بالموجع ومرة شغل على الجسم ده بإيه؟ فالاثنين هيدخلوا مع بعض لأن هو نفس الشغل. فلو واخد الجسم مع بعض ما اخدش التي معايا. لو أنا هفصل واخد كل جسم لوحده يبقى اخدها معايا بقى هنا واخدها معايا. تمام؟ شغل عندنا في شغل الطاقة. هو اللي بيرفع المجموعة دي طبعا قوي كتير جدا في المسألة دي مسألة طويلة كلها مسؤولة ساعة حل. احنا مش هنقول احنا مجرد بس عاوزين نعرف ايه من القوة ده بيعمل شغل ايه ما بيعملش شغل.
عندنا ثلاث اجسام في المساله دي، الرودي دي الرودي سي والديسك سي. ماشي، اول حاجه عندنا عمود دي دي هنج عندها بديل افعال اكس اي واي اي، دول بيعملوا شغل. يبقى اول حاجه اهو كده اكس اي واي اي واي اي ما بيعملوش شغل. السبب في الكلام ده انهم بيأثروا على النقطه المساحه بتاعتها نقطه ثابته. طيب طب والاكس بي والواي بي دول افعال بس عن نقطه بتتحرك، بس خلي بالك اكس بي واي بي دول فيهم زيهم اثنين على الجسم الثاني. فلو انا هتعامل مع المجموعه دي كلها مع بعضيها كمجموعه واحده، الاكس بي والواي بي يعتبر قوه داخليه، فلو حسبتهم على جسم هعمل ايه في الجسم الثاني؟ يبقى ما عملوش خالص معايا، انما لو هاخد اي بي ده لوحده كنت ساعتها باخدهم معايا، اقصد باخدهم معايا. يبقى اذا برضه اكس اي اكس بي واي بي دول كانوا عاملين شغل انهم قوه داخليه، بما ان انا هفترض ان انا اتعامل مع كل الاجسام دي في جسم واحد. يبقى لو حسبتهم الجسم ده هشيلهم الجسم الثاني ما يحسبوش خالص. اكس بي واي بي اللي هم ردود بتاع الرود ايه؟ بتاع الرود اي بي على الرود بي سي. لو انا خدت اي بي لوحده هيخش معايا. لو انا خدت اي بي وبي سي مره احسبهم هنا واحسبهم مره ثانيه بالنيجاتيف لان كل واحد عكس الثانيه. فبدل ما اتعب نفسي احسبهم. طيب نيجي بقى للرود بي سي. دي برضه عنده اكس اي واكس بي واي بي دول مش هيخشوا معانا. وعندنا عند نقطه سي برضه واخدين افعال مش هيخشوا معانا برضه، ان انا اتعامل مع المجموعه كلها حاجه واحده. طيب والام واحد جي اللي هو الوزن بتاع الرود اي بي هيعمل شغل اثناء الحرب طبعا، الرد ده هينزل هيعمل شغل، هيعمل شغل موجب. هجيبه ازاي؟ هجيب ارتفاع مركز الثقل عن المستوى الافقي ده طلع 50 سم من حساب المثلثات، واجيبه في ورقه رقم 2 طلع 30 سم، يبقى الموجه دي نزل راسيا ايه؟ 20 50 ناقص 30 20. ونفس الكلام هعمله في ام 2 جي زي بالظبط. طب والام جي بتاع الديسك؟ ما بيعملش شغل ليه؟ لان نقطه الديسك السنتر بتاعه ماشي ايه؟ افقي زحمه افقيه يبقى ما عملش شغل. طب والان الان والاف عن نقطه التماس بتاع الديسك دي ده بيعمل رولينج يبقى برضه ما يعملش ايه؟ طب والسبرينج فورس اللي عندنا دي هيعمل شغل طبعا. السبرينج ده لما الجسمين دول يتحركوا السبرينج يحصل له ايه؟ طول الغايه. احسبه ازاي؟ بيطلع نص كي اكس واحد تربيع ناقص اكس اثنين تربيع، حيث اكس واحد الاستضافه ده رقم واحد هو هيديني سيتا واحد مثلا ب 30. اروح لحساب المسلسلات تحت الطول ده بكام؟ طلع مثلا 50 سم والطول الاخر بتاع الدهوري اطلع فين اجيب اكس واحد وهياخد الزاويه مره ثانيه ب 60 احسب الطول مره ثانيه وعنده طول اخر احسب الاكس اثنين واروح معاه في ايه؟ في القانون. كل ده سهل او كل ده مجرد ايه؟ شغل. اخر حاجه عندنا القوه بي دي نعمل فين؟ القوه بي قوه ثابته يعني مصدرها واتجاهها ثابت. فانا بقول لك القوه دي بما انها قوه مايله مش هتعرف تتعامل معاها او صعب تتعامل معاها، اسف حاجه نعملها ايه؟ بالظبط نحللها مرتبتين. نقول والله انا اشيل القوه دي واحط مكانها مركبه خفيه كده اللي هي دي كوزاين كوارت ومركبه ايه؟ راسيه دي زي كوارت. نقطه دي دي هتتحرك. ركز بقى معايا في اللي انا هقوله ده. نقطه بي كانت في الاول طلع رقم واحد. دي عندها رقم واحد بي واحد. الورقه دي اتحركت على مسار راحت هنا. تمام؟ المسار اللي اتحرك عليه مين دي؟ مسار شكله ايه؟ نقطة بي اتحرك على مسار اكيد بتتحرك على مسار. خط. خط ولا كيرف ولا داير؟ نقطة بي اتحرك على خط. طب ما احنا مش عارفين نفكر شوية. بي دي موجودة على جسم اي بي. جسم اي بي ده جسم جاذب، يعني المسافة بين اي نقطتين مسافة ايه؟ يبقى إذا المسافة بين اي وبي دي مسافة ثابتة. ونقطة ايه؟ نقطة ثابتة. أنا مثبت نقطة كده المسافة دي ثابتة والنقطة الثانية بتتحرك. بتتحرك على دايرة. مثبت النقطة دي بالقلم وتدور الناحية الثانية، لازم تدور على دايرة. ودي مشهورة قوي عندنا. أي نقطة لو مربوطة بجسم في هنج يبقى لازم تدور على دايرة. فهنا على اي بي على اي بي ده واي بي ده بيعمل روتيشن يبقى نقطه بي بتدور على دايره. يبقى اذا هي هتتحرك على مسار دايري انا ما ليهاش علاقه بالقصه ديت
بما ان بي ثابت انا يهمني فين اول نقطه اخر نقطه يبقى وصل بين ما اجيب الازاحه بتاع نقطه بي يبقى دي ازاحه نقطه بي كويس اروح احلل كمان الازاحه دي الى مركبتين مركبه رأسيه ومركبه افقيه المركبه الافقيه نسميها اتش والمركبه الرئيسيه نسميها بي عاوز احسب بقى شغل القوى بي اخد القوى الافقيه اللي هي بي كوزاين باي ديت اضربها في الايه؟ في الازاحه الافقيه بتاع نقطه بي يبقى شغل القوى بي بي كوزاين باي بي اتش زائد بي ساين باي بي 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 دي الطريقه سهله اللي انت ممكن ايه تجيب بيها شغل القوى بي طبعا الكلام ده مش في المسائل بالتفصيل نعم طيب تاني ايه المشكله عندنا قوه مايله عاوزين نحسب الازاحه بتاع الشغل بتاعها دي ده السؤال هي نقطه دي كانت موجوده في مكان واحد مكان ما هو مكانها على الشكل ده الشكل ده هي مش فايق في نهايه القلم ده نقطه ايه وهي الهادي الوضع الاولاني في المكان ما الزاويه دي 60 درجه نزل شويه شويه بقت الزاويه دي 30 درجه تقدر تحسب مكانها الاول ولا لا؟ خلي كوزاين ولا كوزاين تيجي مكانها ولا ولا كوزاين ولا كوزاين تيجي مكانها تلاقي فرصه بينهم كتير المكان هندسه مستويه فبعد ما اجيب المكان ده في دي منها مايله ما اقدرش اتعامل معاها فحاليا مركبتين افقيه وراسيه المركبه الافقيه هضربها في الازاحه المركبه الراسيه هضربها في الازاحه دي دي جميع الحاجات اللي ممكن تعملها في المسألة ما عندهاش حاجة كده كل التعريفات بتاع شغلك ده اي اسئله في الكلام ده؟ انا بقى هتحل مساله عشان نشوف الكلام ده هتعامل معاه ازاي. طلع عندنا ديسك يلا رجع على المستوى المائي يرجع على 30 درجه. الديسك ده في الاول هات اتجاه قبل ما نطبع عليه او نحط عليه القوه دي الثقة بتاعته 100 كيلو جرام نص القطر طول فوق فبيعمل رجل عن المستوى كويس بعد كده اسيب عليه القوة بي هيبدأ الجسم ده يحصل له ايه؟ يتحرك الى اعلى الاتزان ده مش كده بوينت 6 عاوزين نحسب شغل القوة الخارجية اللي بتصل على الجسم ده خلال هذه الحركة 6 من 10 الى اعلى كويس الاول خالص الوضع الاولاني بالنسبة لي كده الطول بتاعه هو طول طبيعي ولا منضغط شوية؟ أكيد هيبقى منضغط شوية نتيجة ليه؟ مركبة الوزن بتاع الجسم بتطلع في الاسبرينج ده كويس أوي. قال لي إن الإكوليبريم بوزيشن طالما قال لي إن الإكوليبريم بوزيشن رياضيا على طول أقدر أطبع عليه معادلات الاتزان اللي هم عندنا ثلاث معادلات سيجما الفورس في اتجاه وفي الاتجاه العمودي بيساوي صفر كمان والسيجما العمودي بيساوي كام؟ اقدر اطبق المعادلات دي اجيب القوة المجهولة عندي. انا الريسك ده لما يكون في وضع اتزان ايه القوة اللي بتأثر عليه؟ الوزن قوة معلومة السبرينج فورس ما اعرفش بكام لان انا مش عارف الانضغاط والاند والايه؟ والاف عند المستوى ام جي معلومة السبرينج مش معلومة لان مش معلومه والاف مش معلومه يبقى انا عندي ثلاث مجاهيل وعندي كم معادله؟ ثلاث معادلات اقدر احللهم مع بعض واجيب ليه؟ ثلاث مجاهيل من الثلاث مجاهيل دول اجيب القوه في الاسبرينج عرفت القوه في الاسبرينج اقول القوه دي بتساوي كام؟ كي فيكس كي عندنا اقدر اجيب ليه؟ اللي هو الانضغاط الاولاني ده طلع الانضغاط الاولاني مثلا في وبوينت 2 مثلا بعد كده جيت بقى اتحرك بوينت 6 لفوق حرك بوينت 6 الى اعلى يبقى اكس واحد بكام؟ بوينت 2 سالب بوينت 2 طب واكس 2 بوينت 4 ولا بوينت 6؟ دي اللي هو كان مضغوط الاول 20 سم حرك 60 سم يبقى الانضغاط ده راح واخد بقى فيه ايه؟ الاستطاله اللي هي بوينت 2 هبدا بقى اشوف القوه اللي بتعمل شغل بتعمل شغل ولا احسن الكلام ده ازاي؟ واضح الكلام ده؟ يبقى الاول ادرس الالتزام بتاع الجسم ده عشان اجيب الانيشيال
كومبريشن ان سبرينج اللي هو المطلوب الاول في المساله. مع هذا الام بس يبقى القوى بيساوي صفر، معناه الام بيساوي صفر. فهي كده اخد سيجما فوق اتجاه اكس بيساوي صفر، حيث اكس عندي ارفع المايل في اف اس الزاويه دي ثيتا اللي هي 30 درجه، اف اس بلاي ماينس ام جي ساين 30 كام ده بيساوي صفر. تطلع لك الاف اس دي بتساوي ام جي ساين 30، اللم عندنا ب 100 ب 10 سنت 30 ونص، بعد الكلام ده كله بيساوي 500، نفس ده بيساوي كي في اكس نوت اللي هي في الاستقاله ولا في المضاد ولا لا، بعد الكلام ده اذا اكس نوت بتساوي 500 على كي بيساوي 500 على 1000 بتساوي نص نص بحاجه 5000 بوينت 1 ميتا، والاجابه بتاعتها نيجاتيف عشان زي ما بناخد احنا الكونفرشن بالنيجاتيف. نعم اللي هي كده اللي هي القوه اللي تحت. في حاجه ظريفه قوي للموبايل، يعني دايما لما تخش انت مع تصلي حاجتين عندك حاجه، لو انت منتظر مكالمات مهمه جدا من عارف مين يعني تخش حاجات بقى ظريفه كده تخلي حاجه ايه تحس ان واحد يقول ده يعني ريلاكس وتقفله خالص، يعني مش هتفرق كتير قوي في البلد. تمام؟ باشمهندس اف دي قوه مجهوله اتجاهها ما اقدرش، الحاله الوحيده ان ما اقدرش احدد اتجاهها حد الاسكال. لو عندي جسم ناوي يتحرك كده احطها عكس، انما الاسكال ما اعرفش القوه اللي بتسعى عاوزه ايه، زود سرعته ولا قلل سرعته. فبالتالي الدنيا بقت بسيطه قوي، قال لك وقف اي اتجاه حل معداتك، والمعدات هتقول لك لو جوزك بالاتجاه اللي انت عاوزه ايه؟ سليم. اي اسئله ثانيه في الكلام ده؟ تمام. انا جبت كده الانضغاط هروح بقى احسب الشغل بتاع القوى المختلفه اللي هي المساله بتاعت الاصليه. طيب ارجع تاني المساله دي. نرجع للانضغاط دايما الانضغاط نقطه قوه بي دي بتسعى من النقطه بتاع السمنه بتاع الديسك يا جماعه. النقطه هي الحركه دي هتتحرك كده. يبقى الازاحه بتاعتها هتكون في نفس اتجاه القوه، بمعنى اخر الازاحه بين النقط تاثير والقوه نفسها بكام؟ الزاويه بكام في الحاله دي؟ يبقى القوه في الازاحه على طول اللي هي مشيتها اللي هي 3.6 دي بسيطه. طيب والسبرينج، السبرينج ده له قانون نص كي اكس واحد تربيع ناقص 60 تربيع، اكس واحد عندنا و 60 عندنا خلاص هنطبق القانون. طب والام دي اجيب الشغل بتاعها ازاي؟ عندي حلين، يا اما اجيب ارتفاع دي او اجيب حركه ازاي؟ يا اما حل اقرب تاني ان انا حاليا كم مرتبها مرتبتين، واحده ام جي ساين واحده ام جي كوزاين. الام جي كوزاين دي بتعمل شغل، يبقى الام جي ساين دي بتعمل شغل، الشغل بتاعها موجب بلا سنه السنه. يا انا هروح اتعوض بقى بالقوانين اللي انا عارفها، قول بقى ثاني نقطه عاوزين نكسب الشغل سن الفورسز، عارفين ان الوقت دول نور مش شغل 2500 اللي بوينت 6 طالع الكلام ده بقى 500 جول، لان الزاويه هنا بكام؟ بص يا باشا شغل 1 2 بتاع الاثنين ده ليه قانون على 2 ونص كي اكس واحد تربيع ناقص اكس اتنين تربيع نص كي كانت 5000 اكس واحد بوينت 1 السالب بس انا هضربها عشان تفرق معايا
0.5 لان هو ما فيش 0.6 وكارديان ضرب 0.1 يبقى الاختيار 0.5 كارديان. احسب الكلام ده بعرف الناقص ناقص كام دي؟ ناقص 600 نقول شغل من 1 2 داعي لام جي قلنا سهل بين جي ساين سيتا فين بعد كام ناقص ام 100 يجيب 10 نص يقول 6 وبعد كام ده ناقص 600 اذا الشغل المبذول على الجسم ده من 1 2 توتال يساوي 1500 ناقص 600 خارج يساوي كام؟ 600 تمام؟ قول زي ايه؟ اكس 1 بس التزام طلع اكس 1 ده 0.1 يبقى الاسبرينج ده مضبوط 0.1 من الوضع المضبوط ده اتحرك لفوق كده 0.6 بدا اول الانفراد ظهر كبير ويبدا يحصل ايه استطاله يبقى شيل منه 0.1 يفضل الاستطاله بقى اللي هي 0.6 ما تقول ده يطلع لك كام؟ 0.1 لان ام جي ساين سيتا بتاثر بنقطه من المركز اتجاهها كده من المركز نفسه بيتحرك ازاي؟ لفوق يبقى الزاويه بينهم 180 درجه الكوزاين 180 ناقص 1 طيب شغل ده بقى بيروح مين؟ بيتحول في الجسم لطاقه حركه يعني مجموع القوى اللي بتاثر على الجسم ده في الاخر كده 100 موجبه يبقى الجسم ده يبقى له طاقه حركه موجبه يعني مازالها ايه؟ الحركه الى اعلى طب لو طلع بسالبه معناه ان الجسم ده مش هيوصل ولا على مش ممكن الجسم يبقى له طاقه سالبه فبالتالي يفضل لحد ما يوصل لصفر ويفضل الجسم ده ايه يقع واضح ان الجسم ده اتحرك فوق كمان شويه لما اتحرك فوق الطاقه الفريق دي بتجي ولا بتقل؟ دي الاستطاله دي ما تقول دي هيفضل في الاخر يفضل السرعه بتاعته تقل يعني يفضل بوضع ايه؟ التزام مره ثانيه زي الاولاني زي الاولاني بالظبط ما عدا اختلاف واحد بس ايه الاختلاف عن المساله الاوليه؟ يبقى عايز الاكس هتبقى استطاله مش نفس المساله الاوليه بالظبط بس المساله دي هنحط عليها حاجه معينه نحط معانا كمان قوه ايه؟ بالظبط هي نفس المساله دي هحط معاها قوه دي كمان واحل مساله الاستطاله اللي هي اجيب لها الاستطاله الكبيره احط في الفرنج بس المساله دي مساله ازاي مش مساله ايه؟ لكن احنا كان نفس الشغل على فكره الصوت هنا صعب جدا ان الواحد يقعد يتكلم من حاجه كامله بصوت عالي كده لان المدرج هنا عشان بس من الازاز ده والباب فكميه الصوت اللي بقدر توصل بينا جزء فانا لازم نعلي على الكلام فالمدرج الثاني احسن يعني نفس الوقت ممكن تكون صعب هنا شويه في حل ظريف جدا الناس اللي بتقعد ورا قوي كده ربنا ادانا شويه عقل انا صوتي مش عالي فتقعد قدام يعني انا قصدي لازم اشغل ربنا تعالوا مع ربنا هيا ولا انا مش هشوف انت شايف كده طيب احنا عندنا اعتقد ان الواحد هنا شويه يشوف بس بلاش ان احنا نتوتر نتوتر قوي في المدرج يعني عشان انا مش هقدر اكمل معاكم الصوت ده انا خلصت المحاضره يعني تقريبا احنا عندنا ان شاء الله امتحان باذن الله يوم 2/6 2/12 سوري 2/12 ده يبقى ايه؟ تمام؟ اولا ما ينفعش تتكلم في الشاور يعني حضرتك لعيبه عاوز تقول ايه؟ شيل بقى بتاع الجرادان ولا ايه؟ بدا بدا يعني احنا عندنا امتحان يوم التلات اللي جاي الحصه 5 من 3:30 ل 5 تاني كده عندنا امتحان ممكن اقول كل الكلام ولو ما فيش اسئله او في اسئله يسالوني لكن 2/12 اللي هو مش بتاع بعد بكره 2/12 الساعه 3:30 عن مدته 3 ساعات اكتب الكلام ده
الثلاثاء سنين 12 من 3.5 إلى 5. هيجي فين الاتحاد ده؟ هيجي الثلاثة أبواب اللي إحنا درسناهم، مومنت أوف إنيرشيا، كايناتكس، سيكويشن أوف موشن. يبقى المومنت أوف إنيرشيا، ثلاثة أبواب كايناتكس، سيكويشن أوف موشن. كويس أوي. سيكويشن أوف موشن كلها؟ الامتحان ده أنا بجيبه كام؟ ما حدش هيشطر دلوقتي، نعمل امتحان تاني ونبدا نشوف الدرجات، نجيب متوسط، نعمل عمليه احصائيه كده، متوسط درجات الناس كام، درجات الناس كام، وجاب الحضور كام، عملوا ايه اللي فيه كومنت ده، ونبدا نحط ويت. الامتحان ده الناس حاجه كويس تحط له ويت عالي، الامتحان ده الناس هتحط يعني هنتهي من الترمين. صبر. فانك انت بقى تقول سميه للترم، سميه عبد الحليم حافظ مش هتفهم، هو ده امتحان. انت اللي على حضرتك الاهلي. فلو حضرتك تذاكر وتجيب مش هتبقى معاك خالص احط عليك كام ولا ليك دعوه ولا علاقه كده. كل واحد يعمل اللي عليه. احنا بعدنا امتحان ثاني تقريبا بعدين ثلاث اسابيع. نضغط على كل التعليم. الاجنبي دلوقتي مش خلاص؟ هو الامتحان ده كام سنه دي؟ الناس بقى اللي هي ما امتحنتش انا لما خلصت الصبح لازم امتحانش امتحان اولاني او اللي عندها عذر. الامتحان ده اللي احنا هنعمله ده هيضرب اثنين، يعني يجيب له الدرجه بتاع الامتحان درجه لو كان عذره عنده عذر. اي اسئله؟ هو الدكتور كان قايل ان هو هيعيد الامتحان اللي فات.